البداية مثل ما أشار عبد الله لموضوع الأبليكيشن أو المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الإعلام للتلفزيون الكويت كويت تي في، راح تكون جديدة بمشاركة وأيضا وجود شركة زين. مساك الله بالخير الأستاذة باسمة، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك. راح نتكلم اليوم عن موضوع الأبليكيشن الجديد، يا هلا مرحبا فيك. مساء الخير، احنا يعني سعيدين بتواجدنا معاكم اليوم، وفي نفس الوقت نهنيكم على التغييرات اللي حاليا الموجوده. انتم قلتوا تغييرات في الشكل، وان شاء الله في شكلها وفي مضمونها اكيد، والابلكيشن اللي هو كويت تي في راح يكون احد هذه التغيرات اللي هي يعني تمت بمبادره من وزاره الاعلام، بحيث ان وزاره الاعلام اليوم يعني تحقق خطتها وهدفها في التحول الرقمي. اليوم المنصات الرقميه صارت هي المكتسحه يعني في العالم لعده اسباب، ومن ضمنها يمكن الجائحه خلال السنه الماضيه، وعده اسباب تتعلق في المستخدمين ورتم حياتنا العصري واستخدام الهواتف الذكية. نعم. فمبروك التلفزيون الكويت على هذه الشراكة الجميلة. راح تكلمينا اليوم عن هذه المنصة الرقمية، راح تكلمينا عن محتواها، فشنو تقولين حق كل مشاهدينا بالنسبة للمنصة؟ ما يميزها بالنسبة للمنصة الرقمية راح تشمل على جميع قنوات التلفزيون اللي موجودة، اللي هي 9 قنوات، بالإضافة إلى 11 قناة إذاعية موجودة أيضا بالإذاعة. اليوم بإمكان المستمع أو المشاهد أنه بضغطة زر يختار القناة اللي يبيها ويقدر أنه يشاهدها بدون التقيد في مكانه يعني أو في الزمن نفسه. نعم. الأبليكيشن اليوم موجود على البلاي ستور للمستخدمين الآيفون، المستخدمين الآيفون هو الحين موجود على الهواء، يعني المشاهدين يقدرون الحين على طول من خلال اللوجو او الكود الموجود على الهواء الموجود ونزل الحين معانا، يقدرون يصورون الشاشه ويستمتعون بكل هذه المميزات. طبعا استاذه باسمه يعني وبالنسبه للاندرويد قريبا جدا راح يكون، يعني استاذه باسمه اليوم بدء الانطلاقه. صحيح. اليوم اللي راح يسوي سكان على هذا الباركود اللي موجود قدامنا او اللوجو اللي موجود قدامنا، بس سووا الكيو ار كود قال لي سعود، اول ما تسوون عليه سكان الحين بهذه اللحظه لكل مستخدمين الايفون يقدرون هم يتابعون كل البرامج اللي موجوده. صحيح. ان شاء الله. صحيح، وهذا الشيء راح يكون يعني جميل وجوده في موسم رمضان يعني، وهذا شيء كانت تستدعي له يعني الحاجه، والشيء الجميل ان وزاره الاعلام يعني بلشت فيه ودشنته. اذا تكلمنا عن جوده الصوره، البث، الامور هذه راح تكون موجوده على هذه المنصه بنفس الجوده اللي موجوده على الشاشه؟ طبعا هو يعني فائقه الجوده الصوره راح تكون، وبالنسبه لجميع الاب والمحتويات راح تكون متزامنه، ايضا البث الحي راح يكون متزامن مع بثكم الكويت. يعني بعد ما عرض المسلسل او البرنامج على شاشه تلفزيون الكويت يدخل على التطبيق بعد عرضه طبعا. صح. على الشاشه يكون موجود بالتطبيق. لكن اذا نتكلم على التطوير، احنا اليوم نبي يمكن نسبق الاحداث ونعرف ايش كثر ممكن يتطور هذه المنصه او هذا الابلكيشن لقدام. هذه المرحله الاولى اليوم، وان شاء الله مع الاستخدام ومع تجربتها راح يكون يعني تعقبها مراحل كثيره للتطوير. وزين يعني دائما سباقة في مثل هذه الأمور، كونها أحد الشركات يعني اللي تهتم جدا في مساندة القطاع الحكومي في التطور وفي التحول الرقمي. إن شاء الله يا رب يكون شهر مبارك على الجميع. أيوة، ونشكرك عليكم جدا لوجودك معنا. شكراً، شكراً. ونتمنى إن شاء الله رضا المشاهدين عن هذه المنصة الرقمية اللي تم إطلاقها الآن في هذه اللحظات. تقدرون تتابعون يعني هذه السهرة بعد ما نخلصها راح تلاقونها موجودة على المنصة بصورة مباشرة. شكرا أستاذة باسمة. نتمنى لكم التوفيق. يا هلا ومرحبا فيك وحياك الله.